بمعنويات مرتفعة وطموحات عالية يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراة مهمة أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من منافسات الدوري لتأمين الصدارة قبل تحليق النصر الأحمر في سماء مونديال الأندية. صاحب المركز الأول برصيد 20 نقطة يأمل بالطبع في الحفاظ على تقدمه أمام بيراميدز صاحب المركز الخامس برصيد 3. الفوز الغالي والثمين الذي حققه المارد الأحمر على المقاولون العرب بعد ريمونتادا كبيرة حول التقدم الذئابي بهدفين دون رد في شوط المباراة الأول إلى انتصار كبير بـ3 أهداف حمل التوقيع طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشا جعل الأهلي يعود إلى مكانه المفضل في صدارة الدوري. كتيبة المدرب بيتسو موسيماني تسعى إلى الخروج بنقاط المباراة الثلاث أمام منافس يملك عناصر جيدة لقطع خطوة جديدة على طريق الحفاظ على صدارة جدول المسابقة ومن ثم تأمين بطولة الدوري للمرة السادسة على التوالي، وهو الأمر الذي تطلب عقد أكثر من جلسة بين موسيماني ونجوم الفريق من أجل التحفيز للمرحلة المقبلة التي لا تتطلب ضياع أي نقطة. وفي نفس السياق يسابق بطل إفريقيا الزمن من أجل التحضير النهائي لخوض غمار المحفل الدولي الكبير كأس العالم للأندية والتي يبدأها بطل مصر وإفريقيا بلقاء الدحيل القطري قبل المواجهة العالمية أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا والمصنف الأول على العالم. ويسعى بالطبع نجوم القلعة الحمراء لترك انطباع جيد ورائع عن سيرة واسم نادي القرن الإفريقي.